في طريق التهدئة السياسية، الإطار الشيعي يعقد اجتماعا لوضع خارطة طريق لحل حالة الأزمات العالقة. مع بدء العد التنازلي لوقت الذروة، جهود كبيرة واستعدادات تواصل الليل بالنهار في إنجاح مراسم زيارة الأربعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام اللي راح نتابع بها بهذه الحلقة الفرقاء السياسيين الساعين إلى تحقيق الاستقرار السياسي في البلد يحثون الخطى اليوم بعقد الاجتماعات والحوارات للانطلاق إلى فضاء التفاهم بين الأطراف المتوافقة والمتضادة على حد سواء من أجل حلحلة الأزمات اللي صار ينادي بها بعض الأطراف. اليوم اتضح من ينادي بالشعارات أو من ينقذ البلد فعلا من غياهب أزماتها المظلمة، فلا بد من وضع العملية السياسية على سكة طريق واضحة للسير بأمان دون عراقيل تحول أو تحول إلى المرحلة المقبلة. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة مع قرب الزيارة الأربعينية، وحيث أن العراق بلدا وشعبا أمام مناسبة يحرص على إظهارها بأتم صورها، بدءا من دخول الزائرين الأجانب وانتهاء بالتفويج العكسي لهم، وما بينهما مسيرة عظيمة وجهود مضنية يرهن فيها أصحاب القرار والخدام على مواصلة الليل بالنهار لضمان الانسيابية في عمل هذه الخطة المتكاملة. ومع ازدياد الأعداد فإن مضاعفة وتيرة الاستعداد أصبح لزاما وفرضا مطاعا، ولتغطية هذا الحدث العالمي فإننا في حصاد الأيام راح نستمر بتغطيته إلى حين موعد الزيارة وإتمامها. إذا المشاهدين الأحبة تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. الخلافات والصراعات اللي شهدتها العملية السياسية بين الفرقاء السياسيين ولدت مواقف خارجية وداخلية عديدة. المواقف الداخلية تمثلت باللقاءات، التحركات بين الفرقاء السياسيين للتوصل إلى صورة تحل بتقارب الآراء ووجهات النظر. أما الموقف الدولي فبيان مجلس الأمن يدعو إلى حل النزاعات عن طريق الحوار، لكن المراقبين يتخوفون من هذا البيان من أن يكون تدخلا بسيادة الدولة. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة لكن بعد أن نتابع تقرير مراسلتنا نهى الشمري. بعدما انقسم الفرقاء السياسيون إلى عدة آراء ودخلت الخلافات بينهم مفرقة وجهات النظر، جاءت الحوارات بمثابة وضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة. وضمن مجريات السير على طريق التهدئة تعقد الحوارات الحقيقية بين الفرقاء السياسيين، لا سيما وأن الإطار الشيعي عقد اجتماعه الأمس لمناقشة تطور الأوضاع السياسية الجارية وتحديد عقد جلسة البرلمان المقبلة. وهناك توجهات لإقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال وتكليف البديل عنها. على الجميع الأطراف، خاصة هنالك كان يوم أمس اجتماع لقيادات الإطار التنسيقي من أجل استكمال المشاورات مع بقية الكتل السياسية بشأن عقد جلسة البرلمان بعد إكمال الزيارة الأربعينية، وبالتالي يمكن هذا فترة ومساحة كافية حتى للحزبين الكرديين لاختيار أيضا حتى بخصوص منصب رئيس الجمهورية. أما موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن فلا يختلف كثيرا مع رؤية الأطراف الداخلية للبلد وسعيهم، إذ أدان بيان المجلس أعمال العنف وحث جميع الأطراف على حل الخلافات الراهنة بالحوارات الفاعلة والحقيقية. لكن المخاوف تراود المراقبين لئلا يصبح هذا البيان تدخلا بالشؤون الداخلية للبلد، وبحسبهم أن الأمم المتحدة لا تدلو دلوها إن لم يعد بالنفع لمصالحها.
إذا كان يعني رأي من مجلس الأمن الدولي بأن يجمع الفرقاء السياسيين فلا ضرر، لكن أن يتدخل بشكل وصاية وكأنما عودة إلى الفصل السابع، هذا تدخل غير مقبول وتدخل سافر لدولة ذات سيادة. وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف واضح من قبل وزارة الخارجية العراقية عن مضمون هذا البيان وهذا الموضوع. الأحزاب الكردستانية هي الأخرى التي سعت إلى استئناف وتكثيف المبادرات بين الأطراف، فزيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد يعدها المراقبون خطوة نحو بدء سلسلة لقاءات وزيارات تحمل بين طياتها العبور إلى بر أمان التفاهم بين الأطراف لنقل البلد من الأزمات إلى الاستقرار السياسي والنظر إلى ماذا ستتجه العملية السياسية المقبلة. جاءت هذه الخطوات سعياً لبلوغ مرحلة الهدوء النسبي في العملية السياسية وفق معايير الدستور العراقي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه في هذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين الدكتور علي الجبوري استاذ العلوم السياسيه، حياك الله دكتور ضيفي الكريم، وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ محمد السام الرائي عضو الهيئه العامه لتيار الحكم الوطني. اهلا بك استاذ محمد. دكتور اسمح لي ابدا مع استاذ محمد على اجتماع الاطار. استاذ محمد، الاطار التنسيقي وفي خطوه باتجاه التهدئه عندما اجتمع، هل ناقش قضية إمكانية عقد جلسات البرلمان قريبا برأيك؟ نعم، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. للتصحيح، عمر السام الرائي وليس عفوا. حياكم الله استاذ عمر، الله يحفظك. اليوم الإطار التنسيقي منذ إعلان النتائج ولحد الآن هو ذاهب إلى التهدئة ولا يريدها أو لا يريد التصعيد في مسألة يعني في جميع الأصعدة. بالتالي عندما أعلنت النتائج وقدم وكان غبن كبير على الإطار التنسيقي وخاصة نحن كتيار حكمة، لكن يعني قدمنا كل الطعون والإثباتات التي تثبت عملية التزوير للانتخابات، لكن المحكمة أصدرت قرارها ونحن رضينا بقرار المحكمة الاتحادية. بالتالي سماحة السيد الحكيم عندما تم إعلان النتائج أو قبل إعلان النتائج بيوم واحد من إعلان مسألة يعني إعلان النتائج للطعن، خرج بتغريدة وببيان بارك لكل الفائزين وأعلننا أننا لا نشترك بهذه الحكومة. بالتالي نحن مع التهدئة ومع يعني الحل السليم والأسلم، وبالتالي هذه المسألة عزيزي تحتاج، والبلد لا يتحمل هكذا صراعات وتحتاج تهدئة بين كل الأطراف السياسية. سماحة السيد الحكيم كان أو ولا زال يلعب دورا كبيرا بمسألة تقريب وجهات النظر بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي عندما كانت، ولحد الآن يعني يدعو إلى التهدئة وكل الإطار التنسيقي يدعو إلى التهدئة، وأيضا التفاهم فيما بين الكتل السياسية للذهاب لعقد جلسة بالبرلمان العراقي. بالتالي نحتاج إلى تفاهم، طاولة حوار حتى نذهب. مثلما يعني شاهدتم و
يعني مسألة الصراعات والصدامات بين يعني عندما جرت في داخل الخضراء وراح ضحيتها عدة شهداء رحمهم الله. بالتالي نحتاج عزيزي البلد مثل ما ذكرت لا يتحمل هكذا صراعات سياسية. طيب. ومسألة الإطار التنسيقي اليوم يريد أن يذهب باتجاه الحل والخروج من الأزمة السياسية. اليوم حقيقة نحن بأزمة سياسية خانقة. طيب. لكن الآن في الأيام القليلة الماضية يعني مثل ما نقول بالعامية فرجت شوية ويعني مسألة التريث بكل يعني التفاهمات حتى عبور زيارة الإمام الحسين عليه السلام. يعني ماكو كلام عن عقد جلسة للبرلمان؟ ما أخفيك أمر عزيزي، هناك حراك يعني للكتل السياسية للمضي بعقد جلسة أو ما شاكل ذلك، بالتالي كلها مؤجلة بعد زيارة الأربعين. زيارة الأربعين. وهذه المسائل يعني لابد أن تكون زيارة الأربعين لها خصوصية وما شاكل ذلك، بالتالي لا يجب أن نبتعد عن كل المسميات والفوضى وما شاكل ذلك ونتجه طيب. إلى خدمة الزوار والحفاظ على الأمن وما شاكل ذلك. يعني بالتالي تعقيد نحتاج إلى عفوا سلام. خلينا ننتقل للدكتور علي. دكتور علي، تعقيد المشهد السياسي والصراعات السياسية خلت يعني الأمور تتجه باتجاهين، اتجاه داخلي مثل ما تفضل هسه سال عمر السامر رأي وضح لنا إياه، أيضا اتجاه خارجي. المشكلة الاتجاه الخارجي يتمثل موقف الأمم المتحدة وبيان مجلس الأمن، بالتالي أيضا هذا الموضوع نقرأ من جانبين، جانب الإيجابي بأنه يريدون الخير للعراق وحل مشاكل الداخلية، والجانب السلبي هنالك مخاوف من تدخل مجلس الأمن في أشيان الداخل العراقي. حضرتك إلى أي الاتجاهات تميل وما هي مبررات المخاوف التي تتعلم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ أحمد للأخ العزيز الأستاذ عمر والمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد هذا الأزمة اللي أو تطورات الأزمة السياسية ولا أقول الانسداد السياسي، أزمة سياسية الخانقة اللي دخل بها بلدنا منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في تشرين الماضي ولحد هذا اليوم، كانت هذه النتائج متوقعة أو كانت هذه المخرجات متوقعة، سيما في ظل وجود حالة عدم الثقة بين القوى السياسية، وأيضا وهذا الأهم واللي بدت مخاوفة كبيرة جدا وخلال ال 24 ساعة العصيبة اللي واجهها بلدنا، وهو وجود السلاح المنتشر بكل أجزاء العراق وكل القوى السياسية لديها يعني أجنحة عسكرية، وهذا حقيقة كلها بيئة يعني دافعة باتجاه عدم الاستقرار وتعريض البلد إلى المخاطر. لذلك أنا أفهم يعني النفس اللي جاء بقرار مجلس الأمن أو الرؤية اللي مجلس الأمن من خلال تدخلهم بشكل عن طريق اليونامي أو بشكل التلويح ربما باتخاذ خطوات أخرى. أنا أعتقد هذا جرس إنذار لكل القوى السياسية باتجاه عملية العمل بواقعية. يعني أنا مع اعتزازي الأخ العزيز الدكتور عمر يتحدث من داخل الصندوق، يعني باعتباره من يعني القوى السياسية ومثل مكون يعني مهم في العملية السياسية، لكن بالخارج احنا كأكاديميين كمراقبين كمحللين أعتقد موضوع ترحيل الأزمة بدون حلول ما هو الحل الحقيقي. يعني ما الذي سيحصل بعد زيارة الأربعين؟ ما هي المواقف نفسها، نفس المواقف ونفس التشنجات لا زالت قائمة، وبالعكس ارتدادات الليلة المظلمة كانت في البصرة وبالناصرية، ولولا العقلاء ولا يعني لما كان وصلنا إلى ما لا تحمد عقباه. بالتالي الحل هو سياسي. يعني ما أعرف اليوم لماذا القوى السياسية تكابر ولا تعترف أنه عليها، يعني هذا فشل لكل القوى السياسية بصراحة. إبقاء الأزمة بدون حلول ومرحلة أنا أعتقد هذا مسؤولية كل القوى السياسية. لا تستطيع أي قوة سياسية أن تعفي نفسها. ولكن اليوم نتحدث عن ليس ترحيل الأزمات يعني والمضي في تشكيل عملية سياسية كما اعتادينا في السابق. نعم. هسه
حوارات التهدئة اقتضت الصمت أو صمت الإعلامي والسياسي بهكذا نعم. معنى ولا ترحيل الأزمات سوى أنه مرور زيادة الأربعين أربعين حسين عليه السلام ومن ثم تكون هنالك مسالك لإعادة الحوار. هسه لحد الآن إذا ترحيل ما عندنا فد شيء مشى لا رئاسة وزراء ولا قبل رئاسة جمهورية حتى نقول رح عن الأزمة. يعني هو هذا المفترض أن يكون هذا الموضوع هاي هذا السقف الزمني المتبقي هو لتهدئة الخواطر نعم. ممكن لكنه ينبغي أن يترافق بعمل يعني. يعني ينبغي أن نسمع أن هنالك جهود مثلا من رئاسة الجمهورية من رئاسة الوزراء جهود من القوى السنية من جهود من القوى الشيعية العفو الكردية باتجاه عملية إيجاد حل ووجود يعني عمل في داخل المؤسسات الرسمية في بغداد. لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. الجماعة الأكراد في الإقليم والأخوة النواب أكو بوادر مبادرة يعني, يعني ولكن حقيقة قد من لكنه حقيقة أنا يعني من قريب جدا عن المشهد تعرف جنابك عن طريق تخصص حضرتك نعم وايضا علاقاتنا بالاخوه الاعزاء سواء كان بالقوى السياسيه او من خلال مسالك اخرى. لا توجد لحد الان يعني هنالك مثل يعني بالضبط عمليه ترحيل الازمه الى هذا الفخ وكانما جاءت هذه نزله من السماء هذه زياره الأربعين. حقيقه هذا يعني مؤشر غير ايجابي بهذا لانه في نهايه المطاف هو سقف زمني سينتهي بعد زيارة الأربعين وبالتالي نحتاج إلى عمل. هل سنبدأ العمل بعد زيارة الأربعين؟ أنا أعتقد إذا بدأنا العمل بعد زيارة الأربعين نحتاج إلى سقف زمني كبير جدا. الوقت طول والأزمة تمتد. أستاذ عمر يعني لما يتحدث الدكتور عن الموقف الدولي ومدى تأثيره في الشأن الداخلي إذا ما تحققت مخاوف المراقبين من تدخل أممي في الشأن العراقي من الممكن أنه راح نشوف من اللي عندنا انه يردع هكذا تدخل، عندنا حكومه تردع، عندنا برلمان يوقف من يتدخل في الشان الداخلي العراقي عند حد. عزيزي اليوم على القوه السياسيه وخاصه الاطار التنسيقي هي لابد ان تاخذ بزمام الامور، واليوم التدخلات الخارجيه مرفوض جمله وتفصيلا، ولابد ان تكون هناك يعني قرارات مهمة وحازمة من داخل الشأن العراقي ومن داخل الشأن العراقي. بالتالي نحتاج مثل ما ذكرت قبل قليل أنه نحتاج إلى التهدئة، نحتاج إلى الجلوس على طاولة الحوار. جناب الأستاذ قال يعني مسألة ترحيل المشكلة، اليوم ترحيل المشكلة هي مو ترحيل المشكلة إلى أجل غير مسمى، وبالتالي نحتاج إلى عدة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام لعبور الزيارة، لأن هذه الزيارة لها قدسيتها، وبالتالي نحتاج إلى هذا الوقت. الصمت الإعلامي اللي دعت إلى القوى السياسية، والسؤال حضرتك دكتور عمر يعني هذا الصمت الإعلامي والسياسي، يعني الدكتور سيشكل على قضية أنه يجب أن يكون هنالك استمرار للحوارات والمباحثات ولكن دون الظهور الإعلامي والتحشيد الإعلامي. على أقل تقدير عندما نتجاوز الزيارة بسلام إن شاء الله عندنا مسالك حوار، يعني مو ما بعد الزيارة راح نبدأ من الصفر. عزيزي هي مو يعني بشكل يعني عام انه بعد الزياره، لكن اكو قبل الزياره اكو مفاوضات، والسيد رئيس الوزراء دعا الى جلسه حوار يوم الاثنين. وباعتقادي خلينا نكون واقعيين واضحين استاذ عزيزي، اليوم كل القوى السياسيه سواء كانت في البيت الشيعي المتمثله بالاطار التنسيقي والبيت الكردي والبيت السني كلها جاءت الى طاوله الحوار عندما دعا في الأيام الماضية السيد رئيس الوزراء إلى جلسة حوارية ما عدا الأخوة في التيار الصدري. بالتالي أيضا هناك دعوة من السيد رئيس الوزراء، وباعتقادي سوف يحضر كل المعنيين والكتل السياسية. اليوم مسألة حضور الأخوة في داخل البيت الكردي داخل البيت السني الإطار التنسيقي على طاولة حوار، إذا هناك انفراجة سياسية باعتقادي في الأيام القليلة القادمة، ولا يمكن أن تستمر أو يستمر الحال على ما هو عليه. بالتالي نحتاج إلى بعض التنازلات، يعني تنازلات فيما بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية. اليوم الكتلة الصدرية شنو اللي يريدوه؟ خلي نكون واقعيين ونوضح المسألة. الأخوة في الكتلة الصدرية يريدون أن تكون هناك حل البرلمان
انتخابات مبكرة. الإطار التنسيقي ما عنده مشكلة بحل البرلمان وانتخابات مبكرة، لكن قبل حل البرلمان وانتخابات مبكرة أكو عدة عوامل لابد أن تجرى. مسألة تعديل قانون الانتخابات وتعديل بعض القوانين، هذا واحد. الشغلة الثانية تغيير هذه الحكومة، لأنها هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال، لا يحق لها التصرف أو اتخاذ قرارات هي يعني البلد بحاجة إلى هذه القرارات. اليوم تصريف الأعمال كل البلد معطل واقف. مو هي المشكلة أستاذ عمر أنه حتى نقاط الالتقاء هي أصبحت نقاط خلاف واختلاف بين الفرقاء السياسيين دكتور علي، وندخل على خط المحكمة الاتحادية في حال أنه ردت الدعوة أو كان لها رأي مغاير أو لم تتخذ موقفا في حل البرلمان. هنا عندنا مهلة للأربعين للتواصل السياسي وحدوث حوارات وانفراجات، المحكمة داخلة على الخط، الشأن الدولي دخل على الخط. من كل هذه الخلطة ايش راح نستنتج؟ يعني التأجيل بدء في الدعوة المقاومة من قبل الكتلة الصدرية فيما يتعلق بعملية حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية أجلت في التأجيل إلى يوم الأربعاء القادم، وأعتقد هو التأجيل الأخير. يعني بالتالي لأنه المحكمة الاتحادية بتقديري القصد من التأجيل كان محاولة لإعطاء فرصة للوصول إلى حل بين القوى السياسية أو عقد جلسة بالتالي تنتفي يعني موضوعة هذه الدعوة، على اعتبار أنه البرلمان هو انعقد، ومن اختصاصات البرلمان بموجب على المادة 64 من دستور الجمهورية العراق الدائم لعام 2005 هو حل البرلمان. وبالتالي أنا أعتقد حتى يوم الأربعاء القادم إذا لم تؤجل المحكمة ستفتي بأنها يعني هذا الموضوع هو خارج عن اختصاصاتها ولا قانونها الأساسي ولا اختصاصاتها تبيح لها فيها. على أني أقول بأن المحكمة الاتحادية ومحاكم الدستورية بكل الأنظمة الديمقراطية لديها جنبتين، جنب القانونية والجنب السياسي. معنى جنب القانونية تفسير الدستور والبت فيه وفتوى في هذا الجانب. الجنب الثانية السياسية اللي هي محافظة على الهيئة الاجتماعية، المحافظة على السلم الأهلي نتيجة للتفسيرات الدستورية. وبالتالي بإمكانها بين هلالين، وهذا حقيقة تحتاج إلى أيضا إلى إرادة قوية من قبل القضاء، هو القضاء في هذا المجال، وأنه يبرر هذا أي فتوى تصدرها أو يعني توضيح بأنه هذا يعني مقتضيات المصلحة العامة ممكن أنه، وهذا حقيقة يعني بتقديري أيضا المتواضع يعني بنسبة تحققه في يوم الأربعاء القادم ضعيف جدا. طيب أستاذ عمر، يعني نتحدث عن كل ما نرى أن هنالك بارقة أمل لربما يحدث فيها تعقيد، وكان آخر ما تفضل به الدكتور الجبوري حول إصدار المحكمة قرارها في حل البرلمان. نجي على المواطن، توتر الأوضاع السياسية اللي ألقت بظلالها السلبية على الوضع المعاشي، أشرت حضرتك إلى الموازنة وغيرها من الخدمات وقاطعتك أرجأت لهذا السؤال. يعني بالتالي اليوم المواطن هل من الممكن أن يفقد ثقته بالعملية السياسية، وما الجدوى من إعادة الانتخابات والمواطن لم يرى نتيجة في هذه الانتخابات التي أيضا هي مبكرة؟ عزيزي، عندما خرجت المظاهرات وتم تغيير السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، وأتينا بمسألة السيد الكاظمي وحكومة تصريف أعمال وانتخابات مبكرة، شنو اللي حصلناه؟ فقط العراق خسر ما يقارب 400 مليار للانتخابات. بالتالي نحتاج إلى يعني تحكيم العقول. اليوم مسألة هذا هاي يعني الازدواجية بالموضوع، كانت عندنا انتخابات مبكرة قبل 10 أشهر، شنو اللي صار؟ شكلنا حكومة؟ ما شكلنا حكومة. المواطن عندما خرج وصوت واختار من يمثله، هذا اللي انتخبه قدم له شيء؟ ما قدم له. اليوم المواطن سواء كان المواطن الفقير، العقد، اللي ينتظر التعيينات، الخريج، البنى التحتية، كل هاي التفاصيل لحد الآن المواطن ينتظر. بالمناسبة اليوم المواطن عندما خرج ما خرج يعني 20% تقريبا انخرجوا واللي صوتوا،
80% قاطع الانتخابات. نعم. بالتالي إذا انعادت الانتخابات الجديدة إيش قد راح يطلعون؟ إذا طلعوا عشران يعني بالعامية أقول أنا أتعتب. نعم. بالتالي هاي المسألة عزيزي لابد أن يعني نأخذها بعين الاعتبار. لابد أن تكون هناك حكومة، حتى عم نسميها حكومة انتقالية أولا، حتى تقر الموازنة، ويعني يصير يقدر رئيس الوزراء يتصرف يعين يصرف للبنى التحتية. اليوم البنى التحتية صفر بالعراق، احنا نريد رئيس وزراء قوي قادر على انتشال البلد مما هو عليه. طيب. ونحتاج الى رئيس وزراء عنده برنامج حكومي مرشق من 5 نقط 6 نقط، هذا اللي نريدها. ما نريدها من 30 و40 نقطة ويبقى حبر على ورق. اولا الصحة، مسألة البنى التحتية، التعليم، الكهرباء بالتأكيد، هاي التفاصيل، تفاصيل الحياة. مو احنا عدد الاصابع ويتجاوز يعني يتجاوز 20 نقطة، هي اصلا احتياجات هواية. طيب نجي على القضية اللي اثارها استاذ عمر، قضية الجمهور الانتخابي. يعني حضرتك لا يخفى عليك انه الجمهور الانتخابي هو ثابت الكتل السياسية، وايضا هنالك بعض المراقبين بدأ يلوح بان تشرين ايضا تريد ان تثبت جمهورها، و يعني عندنا من بداية 9 بعد 11 يجوز هم راح يصير الذكرى السنوية الثانية لمظاهرات تشرين، فبدأت هذه الجماهير أيضا تدلي بدلوها. نعم. مع ورقة التظاهرات. نعم. طيب احنا أيضا محكومين بفترات زمنية حاكمة جدا دكتور. نعم. ودنا نشوف انه هذا التصعيد، وأيضا كل من يريد يحافظ على جمهوره في المرحلة المقبلة، طيب حق المواطن وين راح يكون؟ نعم، هو هذا حقيقة السؤال الأكبر، انه الآن من الأستاذ عمر يقول 80% اللي هم قاطعوا الانتخابات وهم ما يسموا بالأغلبية الصامتة، هؤلاء لماذا قاطعوا الانتخابات؟ هو أليس هو ردة فعل أو هي يعني حالة إحباط كبيرة من قبل الجمهور من مخرجات القوى السياسية وعملية إدارة الدولة والمآسي اللي أوصلتنا بها هذه القوى السياسية من خلال أدائها السيء، سواء كان في علاقاتها البينية فيما بينها أو فيما يتعلق في عملية مخرجاتها كأداء بالوزارات وبمؤسسات الدولة وما إلى ذلك. بلد غني، بلد به خيرات هائلة فضلا عن الخيرات يعني الجانب البشري، وبالتالي يصل إلى ما وصل إليه الآن في ظل وجود ارتفاع عالي في مدخولات العراق من البترول نتيجة تصاعد الأسعار. هذه كلها عوامل ينبغي أن تنعكس إيجابا على الشارع العراقي، لكنه الحقيقة قانون البنى، قانون الدعم الطارئ، ما الذي، ما هو انعكاسه على المجتمع العراقي؟ مو تقاتلت القوى السياسية فيما بينها إلى أن أقروا القانون، وأخذوا فترة يمكن أيضا حوارات وما حوارات ومساجلات، وكادت أن يعني تصل إلى حد الاقتتال. ما الذي انعكس على ملف الكهرباء وهو مخصص بمبلغ هائل؟ لم ينعكس. على الصحة لم ينعكس، على الخدمات الأخرى لم ينعكس، على الأمن. وبالتالي هذه الخيرات التي تهدر كلها بسبب القوى السياسية. بالتالي أنه تطلب من المواطن أن تكون مساهمته في الانتخابات، أنا أعتقد هذه كل دول العالم، مسألة إعادة الانتخابات هي مسألة طبيعية، طبيعية جدا. عندما تعجز المعادلة الانتخابات عن إنتاج معادلة سياسية واقعية تؤدي إلى عملية تسيير العمل في إدارة الدولة والنظام السياسي، نعود نعيدها. هسه تكلف كذا مليار، مثل هذا الموضوع ينبغي أن لا يكون، وهو بالتأكيد فشل للقوى السياسية في عملية إدارة الدولة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الجبور، أستاذ العلوم السياسية، أثريت الحوار في هذا الملف. وشكر كثير لحضرتك أستاذ عمر السام الرائي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، أثريت الحوار. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، ونتابع بعد قليل مشاهدي الأحبة. مع بدء العد التنازلي لوقت الذروة، جهود كبيرة واستعدادات تواصل الليل بالنهار في إنجاح مراسم زيارة الأربعين. Yeah.
من جديد حياكم الله. الاستعدادات الكبيرة في المنافذ الحدودية لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تبدو واضحة، فهي نتاج لشهرين ماضيين من التخطيط العمل الدؤوب واللي أثمرت عن انسيابية في دخول الزائرين وفق ما مثبت في الخطط الموضوعة، وعلى أمل أن تجري بذات السياق عند انتهاء مراسم الزيارة. مراسلنا علي حبيب كان في أحد تلك المنافذ الحدودية وعد أن التقرير الآتي عن طبيعة الإجراءات المتخذة هناك. مع بدء العد التنازلي لوقت الذروة تتصاعد وتيرة الاستعدادات في المنافذ الحدودية وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى العتبات المقدسة وفي كل المرافق الحيوية لتذليل العقبات وتوفير أفضل الخدمات لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ولهذا بحث وفد من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مع إدارة منفذ زرباطي الحدودي وقائم مقامية مدينة مهران الحدودية أهمية تعضيد الجهود والتنسيق بما يتلائم والأعداد الوافدة. استمعنا، ثبتنا، دونا كل المشاكل، ما نقدر نسميها مشاكل أساسية لكنه بعض قضايا يعني فنية، وإن شاء الله عند عودتنا إلى الجانب العراقي سنناقشها مع الأخوة في المنفذ، وذلك لتسهيل مهام الزحف المليوني للزائرين الإيرانيين إلى كربلاء. الوقوف ميدانيا على معطيات تفويج الزائرين والتنسيق العالي من الجمهورية الإسلامية وبقية الدول التي يرغب مواطنوها في المشاركة بهذا الحدث مع غرفة العمليات العراقية أثمرت عن انسيابية عالية في دخول الزائرين وفق الخطة المثبتة، فما هو مؤشر من معطيات يؤكد هذه القراءات في وقت يتوقع ازدياد هذه الأعداد خلال الساعات المقبلة؟ نأمل إن شاء الله زوار الإيرانيين في كمال الأمن يزورون كربلاء ويرجعون سالمين وآمنين. نحن في منفذ الشهيد قاسم سليماني منظور منفذ مهران نسعى نهيئ كل الإمكانات الرفاهية للزوار. ومن أجل تعظيم تلك الجهود المتعلقة بضمان هذه الانسيابية في دخول الزائرين الأجانب إلى البلاد، افتتحت هيئة المنافذ الحدودية منفذ المنذرية اليوم السبت، فضلاً عن زيادة عدد الضباط والحاسبات والتنسيق المباشر لدخول المواكب الراغبة بالخدمة الحسينية وتهيئة القاعات الخاصة باستقبال الزائرين. فهذه المناسبة عظيمة في إرثها وأثرها، وتحرص كافة الجهات الرسمية والشعبية على إتمامها بما يتلائم مع رمزيتها في النفوس. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. في هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الشيخ الدكتور عقيل الكاظمي رئيس مركز تقريب للدراسات، حياك الله سماحة الشيخ، وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد رشيد البديري نائب محافظ واسط، حياكم الله سيد رشيد. أبدأ مع حضرتك دكتور عقيل، اليوم نتحدث عن الاستعدادات للزيارة الأربعينية، المنافذ الحدودية، المطارات، هذه التظاهرة المليونية الحاشدة اللي بدأت تنعاد كل سنة وأصبحت من المراسم المعتادة في العراق ومدى فاعليتها من الناحية الدولية، وحضرتك لديك عدة مجسات في تلك الدول. أحسنتم أستاذنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بلا شك أنه هذه الزيارة يكاد يكون الحدث الديني الأكبر إسلاميا، خصوصا إذا ما قارناه بالحج، موسم الحج اللي يقام سنويا في المملكة العربية السعودية، والعام أعتقد كان وصل عدد الحجيج إلى مليون، وفي السنوات اللي قبل كورونا إلى 3 مليون تقريبا، مع وجود وزارة حج وهيئات والمملكة وكل كوادرها ومتطوعين كلها في تساهم في إنجاح عملية الحج اللي هي كم يوم. بالتالي إحنا اليوم بعد 2003 قرابة 20 عام بدأت تراكم الخبرات والجهود في إنجاح الزيارة المليونية اللي أحياناً تصل 13 مليون يعني أقل أو أكثر، بالرغم من كل الظروف، وهذه كلها تزور بوقت واحد يعني، و
تأخذ خدمات نصيب متكامل من الخدمات والمبيت والبنى التحتية أيضا المحافظة تتحمل. ليش العدد يبقى مفتوح؟ يعني ليش ما يكون تقنين العدد مثل ما أكو دعوات أنه يكون العدد محدود والتزام بالقوانين المرئية في العراق وبعض الأمور التي يجب مراعاتها حتى تكون هذه الزيارة مقننة وأكثر تنظيما؟ هو بالتأكيد العملية مقننة. يعني اليوم الحكومة العراقية أو يعني بالسنوات السابقة لما تعطي فيزا هي في حساباتها أنه مثلاً العدد يصل مثلاً إلى أقصى حد 15 مليون أو 14 10 مليون. هؤلاء لا يزورون بيوم واحد ويوم الأربعين، العملية تستمر قرابة العشرة أيام والمواكب تكون موجودة. وهؤلاء اللي يأتون من خارج العراق ايضا خدماتهم مواكبهم تكون موجوده، وبالتالي دعم اللوجستي ايضا حاضر معهم، عكس مثلا في قضيه الحج، الحاج يذهب مجردا عن كل ما يملك من خدمات وهناك المملكه العربيه السعوديه تقدم له الخدمات، فبالتالي عمليه محسوبه ومدروسه والى اليوم لا توجد معاناه من هذه الكثره. خليني ارحب بالسيد رشيد البدياري نائب محافظ واسط. اهلا بك سيد رشيد. نتحدث اليوم سيد رشيد حول زيارة الأربعين والاستعدادات، خلينا نبديها من المنافذ الحدودية، كيف جرت التفاهمات بين الطرفين، دخول الزائرين من المنافذ الحدودية خصوصا وأنه يعني محافظة واسط لديها عصا السبق ومنافذ الحدودية تشهد بهذا الزخم بالإضافة إلى ديالة والعمارة والبصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عظم الله اجورنا واجوركم بمصطفى ابي عبد الله الحسين وزياره الأربعين، تحيه لك ولضيفك الكريم ولمشاهدينا الكرام. حقيقه ابتداء تعتبر زياره الأربعين هي حج سنوي مضروب في 10 اقل التقادير، يعني لو قيست بالحج في مكه المكرمه. فلا بد من أن الدولة تؤسس إما مؤسسة أو وزارة خاصة بقضية زيارة الأربعين أو عموم زيارة بالعراق. نعم. اليوم إحنا عندنا 6 أئمة معصومين وزيارة الأربعين هي الزيارة الكبيرة التي يشهدها العراق سنويا، لكن استعداداتنا دائما تكون استعدادات بردات الفعل قبل شهرين. يعني السنة هذه السنة ممكن قبل شهرين، لكن السنوات الماضية هي قبل 10 ايام او 15 يوم. فنحتاج الى ان تكون هناك مؤسسات تعمل لاستيعاب حجم الزياره الكبير الذي يفوق التوقعات. هذه السنه باعتبار ان واسط محافظه واسط لها خبره كبيره باداره ملف زياره الأربعين، هذه السنه متوقع ان يصل زوار الايرانيين من 5 إلى 7 مليون، هذا رقم كبير جدا. منفذ الزرباطي من المنافذ اللي يعني ما بها بنى تحت، مع الاسف ديوان المحافظه بذل جهود كبيره حتى ينظم هذا العمل، صرف تقريبا 3 مليار دينار. شلون راح يكون التنظيم يعني بالاتفاق مع المواكب الحسينيه استاذ رشيد، بالاتفاق مع دوائر خدميه اخرى في المحافظه حتى توفر الخدمات للزائرين عند دخولهم للعراق؟ نعم، محافظة واسط اللي راح يكون عليها. تسمع صوتي واضح؟ نعم تفضل. محافظة واسط راح يكون عليها الثقل الأكبر باعتبار هي خاصرة قريبة لكربلاء والنجف وبغداد، هي أقرب خاصرة للوصول الزائر الإيراني. احنا قمنا باستعدادات كبيرة جدا، يعني هيئنا كل جهد الدولة الآن عندنا، رغم أنه هو الذي يدير عملية الزيارة هم المواطنون، يعني المواطنون لهم دور كبير بالطعام والمبيت وكل المتعلقات اللوجستية، لكن المحافظة والحكومة عموما هي تقوم بدور السند المساندة وتوفر كل هذه الآليات، سواء فيما يخص النقل وفيما يخص عمل الكهرباء وتسهيل عملية وانسيابية التفويج باتجاه مدينة كربلاء. نحن الآن كمحافظة نعاني
الحلقة اللي هي الصعبة هي من عندنا 80 كيلو من مدينة زرباطية باتجاه الكوت. نعم. يعني إذا وصل الزائر الإيراني إلى مدينة الكوت ما عندنا مشكلة، باعتبار أنه الكوت إما هو يذهب إلى الزيارة سيرا على الأقدام، وكل المواكب هي متوفرة بها. طيب. كل متطلبات يعني من طعام وشراب ومنام. هذه المنطقة اللي هي بين الكوت، هذه المنطقة هي ما بها مواكب، لكن رغم هذا احنا هيئنا ساحات، سوينا ساحة تفويج بمدينة الكوت وايضا بها مواكب وخدمات. طيب. وايضا على هذه نقطة ضرورية جدا استاذ رشيد، خلينا نقاطعك اذهب الى الدكتور عقيل الكاظمي. دكتور عقيل، السيد رشيد طرح نقطتين اساسية مهمة. بالأولى أنه يقول أنه يجب أن تكون هنالك مؤسسة رسمية معنية بتنسيق هذه الزيارة، وإن كان هذا الموضوع مو وقت نقاشه وليس محله، ولكن ذكر قضية ثانية أخرى مهمة جدا، أنه كل مرة تجري الاستعدادات قبل 10 أيام، في هذه السنة تمت الاستعدادات قبل 2 شهر. هذا الموضوع إلى ماذا يشير، وكيف يكون التعاون بين المؤسسات المعنية بهكذا زيارة؟ شكرا جزيلا. ايضا اوجه التحيه لجناب السيد رشيد، وبالفعل انا اشد على يديه في موضوع انه وجود مؤسسه معنيه بالزيارات. يعني قضيه تنظيميه، اليوم كل الدول توجد بهيئات للهجره للسياحه لغيرها، واليوم السياحه ايضا يمثل مصدر او مورد مالي مهم، يعني يدخل في الميزانيه. لكن حقيقة يعني إحنا هذا الملف، ملف الزيارات وملف السياحة، ما أظن يدار بطريقة مثالية. وأضاف إلى حضرتك إلى مشاكل تداخل الصلاحيات. يعني اليوم إحنا عندنا قانون البترودولار مثلاً، من بعض المحافظات المنتجة للنفط الحصة من المبيع أو الربح أو غير ذلك. فيعني اليوم يعني سيادة النائب يقول أنه 7 إلى 8 مليون زائر، فبالتالي اكو فيزا، اكو رسوم، اكو ضرائب، اكو نقل، اكو غيرها. وكذلك مدينه واسط الفيزا انشالت، رفعت الفيزا، يعني هل انا مع يعني مو يعني مع هذه الاجراءات بقيه الامور، السكن والاطعام والمواكب كلها مواكب خدميه تؤدي دورها. تنظيم، انا اعتقد انها تحتاج تنظيم ويكون بها مورد جيد، لانه بالتالي هذا الزائر اللي ياتي من الجمهوريه الاسلاميه او من دوله اخرى، قضيه البنى التحتيه مهمه جدا، بالضبط تحتاج الى البنى التحتيه. ويعني هؤلاء 7 8 10 مليون ياتون يسيرون في كل شوارع وازقه العراق، من الجنوب، من الغرب، من الشارق، من المطارات، وبالتالي هذا السفير ينقل ما يجد في الشارع من مشاكل، من تلكع في الخدمات، من النظافة، من السلوك الحضاري. أعتقد أنه إحنا بلد هكذا يقبل يعني أعداد من الملايين السواح في السياحة الدينية أو غيرها. يفترض أنه نأهل اليوم بعض الدول السياحية تأهل شبابها والعاملين بالفنادق والعاملين بالسيارات بطريقة يكون بمرتب أتكيت يحسن استقبال والحديث ورضا السائح. طيب. احنا اليوم يعني اعتقد انه الدولة العراقية يعني ما زالت غير مستعدة لإدارة ملف السياحة بطريقة دقيقة. طيب استاذ رشيد، تحدث ايضا عن التنسيق اللي حضرتك اشرت له، انه قبل 2 شهر عكس السنين الماضية قبل 10 أيام يكون التنسيق. هنا صعوبة التنسيق بين النقل، بين المنافذ الحدودية، مع المطارات، مع القوات الأمنية والعمليات، قيادات العمليات على طيلة المحافظات اللي تشهد خط الزوار، بالإضافة إلى المواكب الحسين، كثير من الجهات. كيف استطعتم كمحافظة التواصل مع هذه الجهات، وشلون خليت الخطة لإنجاح هذه الزيارة؟ تسمع عن السيد رشيد؟ استاذ رشيد اذا صوتي واضح يمك؟ انا هسه واضح، هسه واضح. يعني حضرتك لما تفضل تقول قبل 2 شهر استعدينا لهذه الزياره، نتحدث اليوم عن طريقه تواصلكم كمحافظه مع المحافظات الاخرى، العتبات المقدسه، المواكب، قيادات العمليات، ويعني مؤسسات اخرى حكوميه او غير حكوميه. كيف تم التنسيق وما هي الخطه المعده لانجاح الزياره؟
احنا بالنسبه لنا كمحافظه، محافظه احنا مشكلين لجنه برئاسه السيد المحافظ، وايضا المحافظه ممثله باللجنه المركزيه في بغداد. اذا صوت واضح يرجع. نعم تفضل تفضل. واضح صوتي؟ صوتك واضح، هل يرجع ما مبين بالجو؟ واضح. طيب، فاحنا ممثله المحافظه ايضا باللجنه المركزيه، وحضرنا عده اجتماعات، والاجتماع الاخير انعقد بهيئه العمليات، وناقشنا كل الامور اللي هي تتطلب التنسيق بين محافظه واسط ومحافظات اللي هي يدخل عليها زائر، سواء كربلاء او الحله. وعندنا ايضا تعاون كبير مع محافظه كربلاء، واسط عندها تجربه بنقل الزائر، عوده الزائر، خصوصا الزائر العراقي. يعني عوده الزائر هذا ايضا مهمه كبيره تحتاج الى جهد ايضا. فاحنا عندنا حتى جراج خاص في كربلاء، يشهدون الاخوه في محافظه كربلاء، الحكومه المحليه تشهد بدور محافظه واسط باعاده الزائر بعد زياره الأربعين، اللي هي دائما ما نتعرض لها ومشاكل كبيره في موضوع عوده الزائر الى اهله بعد انقضاء الزياره. ما اريد ان اقوله ان اليوم العالم تطور كثيرا بعمليه النقل السككي، والعراق من وخصوصا وسط وجنوب العراق، مناطق يعني هي سهل الرسوب بسهله عمليه مد السكك وعمليه النقل من خلال السكك. وهذا موضوع مهم جدا، العراق متاخر جدا. اما ان يكون هناك هذه الشركه الموجوده الان في بغداد تستثمر هذا المشروع من خلال قروض البنك المركزي وتسوي مشاريع، وهذه مشاريع مدره جدا، ليست في يعني زياره الأربعين، انما على طول. ونتمنى ايضا اللجان التي تخصصت بدراسه موضوع الزياره ان تطرح هكذا مقترحات كي تاخذها الحكومه المقبله بنظر الاعتبار. دكتور، في سؤال اخير، يعني تكلمنا عن الاعداد الهائله للزائرين، اخذناها من ناحيه الكم، ولكن ايضا يجب ان ناخذها من ناحيه النوع. يعني كمركز تقريب استقبلته من دول ربما المشاهد ما متوقع انه تجي منها وفود. بالتأكيد اللي موجود في وسط هذه المواكب وأيام الزيارة يجد ما من دولة إلا وتبعث مجموعة من الشباب والرجال الكبار والنساء ليشاركوا في هذا الحج الحسيني الأربعيني. في العام الماضي كان هنالك، وإن شاء الله هذه السنة أيضا، موكب خاص من علماء فلسطين، رجال الدين في فلسطين، وحقيقة قالوا رأينا العجب في العراق، ومن هؤلاء الزوار ومن الحسين نستمد العزم ونشحذ الهمم لتحرير فلسطين. فالحسين سلام الله عليه هو بالتأكيد منار وأيقونة للثوار، ومن هنا يعني هذا واجب علينا أن نكون نحمل هذا الشعار وهذا السلوك وهذا الفكر وهذا النهج الموحد ليكون رسالة نوصله إلى ضيوفنا وإلى الأجيال القادمة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الدكتور عقيل الكاظمي، رئيس مركز تقريب الدراسات وفئة الحوار. وشكر كثير لحضرتك السيد رشيد البديري، نائب محافظ واسط، انضممت معي عبر سكايب. شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.